كيف إجارك 2600 من غير ما تسلمي؟ يا ولد صح صح أوه. وانا كنت حاسه بكذا داخل قلبي اني ما راح اضبط التمرين الا لما فعلا يصير، يعني مو دخلي ماي وحاولي تطلعيه، وفعلا ترى ما ضبطته الا لما عشت هذه الحاله ولازم يعني اتصرف، ما اقدر بموت. مره مهم ان النظاره ما تضيقيها مره على عينك. دقيقه خليني اشرح لك. انا عارفه انك انت بتحيلي، يعني تبي تحسي انك مور سيف فبتربطيها بزياده، بس كل ما ننزل تحت نفس القانون ينطبق مشاع على رئتك وعلى البي سي دي، اي فراغات هوائيه كل ما نزلنا على تحت ايش حيصير؟ حينضغط وحيصغر، الجزيئات الهوائيه تبدا مره تصير صغيره، وهذا نفس الشيء حيصير في النظاره، حتصغر، حيصير في حاجه هنا اسمها ساكينج ريفلكس، يعني مره الماسك مره ماسك على عينك. ما تمسحيه من برا. هذا عشان اللي لسه بتعتمدي على انفك وبتسوي زفير فبتعمل غباش. اسويها تحت الماي بعد تمرين كده بتفرحيني والله العظيم. يلا في معداتك. انت شايفاني كيف انا طول الوقت على طول تلاقيني بحط الماي بنظف، خلاص بعد كده تكون بكم هابت، يعني ما حتفكري انك تسويها وتخافي، مستحيل حتسويها اوتوماتيكلي على طول. ايوه انا اسمع كده. نزلنا الموية، بدأنا نسوي التمارين كده، قلت لها استرخي، فكري مظبوط، حاولي تركزي، وفعلا هذا اللي سويته. عملت من النظارة أول مرة ما ضبط، ثاني مرة ما ضبط، على ثالث مرة سويته بكل احترافية. عظم بعد ما سويته كده طالع فيه تقولي خلاص، قولي وسويتي كويس، خلاص ممتازة ممتازة. مرة انبسطت أني عملت التمرين، وأنا مرة انبسطت. اللي هتسويه حط بس شويه مويه. اوكي بحتاج افرغ النظاره مره ثانيه. وباقي دي مره ايش اسوي؟ نظف الغباش اللي موجود انا وانت نسويها مع بعض. اوكي اوكي انا كيف اخبش. ايوه وانت نفس الشيء، انا وانت حنعملها مع بعض. اوكي اوكي يلا بسم الله. ديفليتر اون، ديفليت مع بعض على طول نقعد على ركبتنا. اوكي شطوره زي هذا بتحدود. كيف جالسين تتساءلون ليش التدريب هذا مهم؟ لأن أحياناً نظارة الغواص تعبي موية، وهذا الشيء راح يأثر على الرؤية، وبالتالي راح يؤثر على سلامة الغواص تحت الماء، لأن الرؤية بتصير صعبة فما راح تشوف كويس، وناهيك إنه ما راح يستمتع بالمناظر. عشان كذا لازم الغواص يتعلم كيف يقدر ينظفها ويفرغها من الموية بهالحركة السهلة والسريعة بدون ما يطلع من الموية. الحمد لله، يعني فرحة شيماء يمكن كأنها مطلعة 4 رخص غوص، مبسوطة كانت أكثر مني، مبروك وتحبن فيني في البحر ومبسوطة. الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لأني لو ما زبطت الصراحة مرة كنت بخاف، لأن زي ما قلت يعني مرة حاجة ضرورية، والحمد لله استغلينا الوقت يعني واتقنت التمرين الحمد لله.